مساكم الله بالخير، حياكم الله، معاكم ياسر. دائما ما نلقى في فجوة كبيرة ما بين المصور، الفنان، الفيديوغرافر، المخرج مع الكلاين اللي هو العميل، والحل هو الستوري بورد. خليكم معي. في البداية راح نعرف مع بعض شنو تعريف الستوري بورد. هي عبارة عن صور متلاصقة لحدث درامي معين من الـ A to Z. فهذه الأحداث المتسلسلة المنطقية كحدث درامي في خط موازي لكافة الأحداث الأخرى. من كذي تكون سلسلة الستوري بورد مهمة جدا في رواية القصة. ببساطة، أنت كفنان قد تخونك التعبير. أنا قاعد في ميتينج، قاعد أسولف مع خلينا نقول كلاين، وهي أشرح له وأقول له الفكرة كذي والفكرة كذي وحاط له كتبته كتابة. هل هذا يكفي؟ لأن دائما نحط ببالنا أن اللي قاعد نتعامل معهم هم أصحاب بزنس قد يكون عند المخيلة زيرو. فالستوري بورد راح يوفر لك لغة تفاهم مهمة ويبعدك عن الخلافات والمشاكل، وأيضا يحدد لك ميزانيتك. لأن أنت لما تروح تسبح في خيالك ككونك مخرج ككونك منتج، راح نلاحظ أنه راح يوقفك الكلاين عن صرفية الأشياء اللي ما لها داعي. أنواع الستوري بورد، في أنواع وايد أنت تفصلها بالطريقة اللي تناسبك، لا تشوف نوعية عالمية وتتوقع أن تطبق في عملك. الأنواع العالمية تستخدمها فقط في الأفلام الاحترافية اللي ذات الميزانيات الضخمة، يمكن جهدك هذا كله قطع بحر. اللي بوصل لك إذا كانت ميزانية خفيفة، فركز على الحدث مثل ما أنا أتعامل. أنا عندي مكان وزمان معين، أركز على حدث واحد مهم أحتاج أرسمه وأحتاج أوصله للكلاين. فهني أنا أستخدم ستوري بورد الحدثي اللي مختص فقط في الحدث. الستوري بورد الاحترافي يعتمد على بوردات وايد وفيها تفاصيل، سواء الحدث، المكان، الأكشن، الحوار، غير من هالأمور، والموضوع راجع لك، وقد يكون وايد قريب من التفريغ الإخراجي. وتفريغ الإخراجي بلا قاعدة ثانية إن شاء الله، في سلسلة تصوير ثانية إن شاء الله. هذه نوعية أنت تفصلها على ناسبك. خلونا الحين من أنواعها. الحين أنا بنفذ، أنا ما أعرف أرسم، شلون أنفذ ستوري بورد؟ الطريقة الأولى تستعين برسام، تدفع له فلوس يخلص لك الستوري بورد على حسب احتياجاتك. النوعية الثانية، تبوق صور من جوجل بكل بساطة تشابه المشهد اللي أنت تبيه وتروح تعدل عليه. وأنا مرات أستخدمها، أدش أكتب ريال قاعد يمشي بالشارع وأروح أحطه بس وبدله بغترة وقال، لأنه هو يشابه للصورة اللي أنا أبيها. يعتبر واحد من الحلول اللي أنا استخدمتها، راح أحط لكم إياها في أي برامج آيباد رسم عندك إياها، آيفون، وقادر ترسم على الصور. صور سو سكاوتينج تقريبا معين حق أي مكان، خلينا نقول هذا المستشفى القديم اللي بشرك، دشيت صورت المشاهد كلها، ارسم على الصور، ارسم، لأن هذا راح يوفر لك وقت وايد تقريبي. حتى لو يكون دائرة وخط وخط ريل مثل أيام الابتدائي ما في مشكلة. الزبدة إن الرسم راح يوصل لك صورة أنت تحتاجها للكلاين ولغيرك من فريق العمل، يستفيد منك كافة فريق العمل، سواء ملف ديكور، مصمم، غيره، أزياء، ميك اب، الكل راح يفهم الجو العام، والجو العام عن طريق الستوري بورد مهم جدا، سواء فيلم، مسرح، شنو ما يكون عندك كبروجكت يحتوي إلى قصص وصور ومشاهد، استعين بالستوري بورد. واللي عنده أي سؤال حياكم الله، أنا يعني لإجابتكم عن موضوع الستوري بورد. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة تخترب.